قبل ما تشاهد الفيديو المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. السلام عليكم، معكم سفيان من المنطقة ولاد حميمون. كنت شوف الأخ من المنطقة كانت معروفة بزاف، اللي كان كيجيو لها مصطفين من كازا، برنوسي، محمدية، كلشي كيجيو لهاد البلاصة اللي كانت. ودابا ملي دار الصرف الصحي هذا خرج لينا على هاد المنطقة هادي، لوت لينا البحر، الناس كيعوموا كينوض فيهم الحبوب، الريحة بزاف، الحوت كيخرج ميت، بوزروق الناس كاللي خدامة من البحر كيجي يجمع بوزروق وكيصيد الحوت، هذاك الشيء ما بقاش كاع. والريحه هنايا بزاف، عده شكايات درناها والو، شي حاجه ما توصلنا ليها. كنطلب من المسؤولين باش يشوفوا من هاد المنطقه هادي اللي معروفه بزاف، وكيجيو لها الناس. انا بصفتي كنخدم هنايا من 12 انا مده 10 سنين وانا كنخدم هنا، حياتي كامله دوزتها في البحر. وكما كنتو دابا هاد العام دابا راه مع الحجر الصحي ما كاينش بنادم ما كيجيش، ولكن راه ملي غادي يطلق هادشي وبنادم ما بقاش كيجي هنا، كيجي ما بقى صالح، حيت بنادم كيجي كيعوم كينوض فيه الحبوب. شحال من مره هذاك العام حنايا خدامين، حتى كيجي عندنا واحد جار ولدو كيقول لك شو ولدي ما شنو هذا الشيء هذا خرج فيه، كتعيا ما تهرب من هذا الشيء. ولكن في الاخر هذه شاطئ ولاد حميمون. واش غير ولاد حميمون خرجوا من الاوت؟ كاين حتى بالوما دابا وكاين زناشه تما، كلهم خرجوا فيهم هاد القوات هادو. ودابا هنايا مازال راه باقي ما كاين والو، دابا راه ما بقاش كيلوحوا هادشي، ولكن دابا في بالوما راه بزاف كاع، راه بنادم ولا كيهرب من تما. زعما المدينه ايه زعما؟ وراه دي هادشي اللي كنا كنتمناو من هنا لقدام، الناس هربوا حيدوا هادشي، قال لك بان راه مدينه الزناشه الجديده يكون ديال البيئه وداك الشيء، ولكن راه حتى حاجه ما كاينه من هادشي، حتى حاجه ما انتم كتشوفوا. الى خويا ديال القادوز، اخويا حنا شحال هادي حنا كنعيشوا هنا في هاد المنطقه هادي اللي كان البحر ديالها زوين تبارك الله. وكخويا كنتفاجئوا بهاد القوازه اللي داروا هنايا، ما كملوش بهم حتى للداخل، اللي حدهم حد هنا. خويا هذا الماء هذا خويا اللي يعني مشي اللي ما اللي زوين، ما خانز، ويعني كارهه الريحه، الريحه كارهه خايبه فيها. اخويا كاين تاثير، اخويا كتجي تعوم كتلقى كاين واحد الحبوب هنايا وهنايا اخويا. ما بقاش الحوت، ما بقاش حتى الحوت هو ما بقاش. اذا مواد سام هذا؟ ماشي مواد سام، خطيره كاع. خويا درنا شحال من حاجه، يعني صيفطنا المسؤولين وداك الشيء، وكيقول لك واخا واخا واخا، باقي هادشي مابغاش يتحل.
ما تنسوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.